الملعب التاتش. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك يا سارة، ومساء الخير على زميلي احمد، ومساء الخير على كل جمهور النادي الاهلي. قول لنا يا كريم اهم ملامح التدريب النهارده، وطمنا برضو على علي معلول، عايزين نطمن الناس عليه. بالتاكيد طبعا، يعني عقب انتهاء 48 ساعه للراحه اللي فرضها الجهاز الفني بعد الفوز الهام والمميز والاداء الرائع جدا لفريق النادي الاهلي امام الوداد، النهارده بيعود النادي الاهلي من جديد ليه طبعا التحضير الكبير للمرحله القادمه، المرحله القادمه مهمه جدا، سواء طبعا مباراه طلائع الجيش اللي هيتم الدفع بكل اللعيبه اللي كانت بتشارك خلال المباريات الماضيه، وده اللي واضح النهارده من التدريب. يمكن بيتسو موسيماني النهارده محاضرته كانت كالعاده مطوله 30-35 دقيقه، اتكلم على اهميه المرحله، اتكلم على الجاهزيه، اتكلم عن المباراه القادمه هي 90 دقيقه ممكن تمتد 120 دقيقة، احنا منتظرين طبعا الطرف سواء نادي الزمالك او نادي الرجاء، لكن الراجل اتكلم على اهمية ان هي مباراة واحدة ولابد التركيز استغلال انصاف الفرص، اتكلم في امور عديدة جدا فنية، لكن طبعا مباراة طلائع الجيش انا عايز اتكلم طبعا هي مباراة تحصيل حاصل لفريق النادي الاهلي، لكن بروفة مهمة لكل اللعيبة طبعا اللي ما بتشاركش خلال الايام الماضية والمباريات، الراجل بيحاول ان هو يشوفها بشكل كبير في هذه المباراة. انا عايز ابدا معاكم طبعا بعلي معلول، يعني بطمنكم وبطمن كل جمهور النادي الاهلي، علي معلول ان شاء الله باذن الله يوم الاربعاء يكون متواجد في التدريبات الجماعية. علي معلول بيتم تاهيله بشكل كبير جدا خلال الايام الماضيه، الراجل يمكن سليم الحمد لله، طمنا من الجهاز الطبي للنادي الاهلي. ايضا كمان مع علي معلول مروان محسن، النهارده مروان محسن كان جري كده خفيف حول الملعب، كرامب السمانه يمكن بسيط جدا لمروان، الراجل يمكن بيحافظ عليه وبيحافظ على قفشه وايمن اشرف، كل اللعيبه دي يمكن ما شاركتش فيها التدريبات الجماعيه. يمكن الحقيقه بقى اللي بيشارك بكل جديه هو الشناوي، اللي عايزين نشيد بيه الحقيقه ونحييه على مجهوده الكبير جدا رغم الاداء المميز ومجهوده الكبير واصراره الكبير، ويمكن الراجل كان راجع من اصابه لكن ناوي اداؤه اكثر من رائع، بيشارك في جرعه تدريبيه مميزه وقويه جدا، هي دي روح النادي الاهلي وهي دي شخصيه النادي الاهلي، يا رب ان شاء الله باذن الله ربنا يحافظ على كل لعيبه النادي الاهلي. كريم بالمناسبه بمناسبه كلامك على معلول، رامي ربيعه، رامي ربيعه يمكن اكدنا النهارده ان الالتئام المزق بالكامل النهارده خلاص بالنسبه لرامي ربيعه، هيشارك ان شاء الله بقى تدريجيا، عنده شغل بدني وعنده شغل خلال الايام القادمه تحديدا، شغل تكتيك وشغل ايضا كمان مع كي بي مخطط الاحمال، لكن بشكل عام بطمنكم على كل لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله خلال الايام القادمه، مرورا بقى مباراه طلائع الجيش لعبتنا باذن الله تكون على قدر المسؤوليه وجاهزه ان شاء الله في مباراه النهائي. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا كريم احمد من ملعب مختار التتش. يعني